الإعلاميون الذين تعرضوا للاعتداء اللفظي والتهديد من قبل النائب كاظم فنجان يبينون أن السؤال كان سؤالا عاديا ولا يستحق ما قاله النائب بحقهم. وتحدث أحدهم أن النائب يريد مقاضاتهم عشائريا في حال انتشر هذا المقطع. فإذا كان نائب في البرلمان وصاحب سلطة تشريعية يريد مقاضاة صحفي عشائريا، فالسؤال هو أين السلطة وما هو رد الجهات الرقابية الإعلامية؟ دعونا نشاهد. السلام عليكم. اللي حصل اليوم مجلس النواب كان مؤتمر صحفي للسيد النائب كاظم فنجان. أكمل المؤتمر الصحفي وجه السؤال للسيد النائب، قلت له ما الذي جرى بشأن استضافة وزير النفط ووزير المالية؟ السؤال ما بيشي، بدأ بالتهجم علينا وسمعنا عدد من الكلمات غير اللائقة. زميل محمد الفريد قال له سيد النائب ترى ما بيشي الكلام مالته، السؤال ما بيشي، بدأ بالتهجم علينا ومحمد الكلام له. طبعا هو من واجب انه النائب يجاوب على اي سؤال انه ممكن طرحه الاعلامي، ويقدر يتعذر باي طريقه انه ما يقدر يجاوب اذا ما عنده معلومات. لكن من يجي انه ينعت الشباب الصحفيين، وطبعا هنا الجزء البسيط من الصحفيين من الاداره الاعلاميه يقولون انتم اولاد الشوارع، انتم غير مربين، واني اذا متربين عفوا، واذا اكو مقطع فيديو انتشر على بخصوص هاي المشاده الكلاميه انه اني اقاضيكم عشائريا، اذا نائب راح يقاضي انه شخص اعلامي بسيط عشائريا، زين وانت صاحب سلطه تشريعيه، شلون راح يكون الامر؟ شلون راح يكون الامر لما انه الاداره الاعلاميه تسمع وتسكت؟